مرحبا أطفالنا الحلوين، كيف حالكم؟ معكم علمي رنين ماكد من عكا. اليوم أجيت أعملكم فعالية وحلقة كتير 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 رح تحبوها، فيها حركة، فيها موسيقى، وبالآخر فيها فعالية ممكن تعملوها بالبيت، ممكن تعملوها مع أصحابكم. مين جاهز؟ اليوم رح نسمع أغنية، رح نعمل فعالية على أغنية طيري طيري يا عصفورة، أغنية كتير حلوة وملائمة للأطفال. مين جاهز؟ قبل ما تكونوا جاهزين وقبل ما تقولوا بدنا نعمل فعالية، في قبل كل رياضة وكل حركة بدنا نعمل حركات الإحماء أو تمارين الإحماء أو تسخين. تذكرين ليش؟ عشان نسخن جسمنا ونحميه ونخليه جاهز لكل فعالية حركية ممكن يعملوها. وقبل الفعاليات، قبل فعاليات التسخين بدنا نعمل فعاليات ليوني، وعشان نبدأ فعاليات ليوني ما ننسى ولا عضلة تقريباً رح نشتغل عليها، بدنا نبدأ من أعلى إلى أسفل. تعال نبدأ بعضلات العنق، بنشد العنق إلى اليمين قد ما بنقدر وإلى اليسار، كمان مرة إلى اليمين قد ما بنقدر وإلى اليسار. رائعين. عشان نعمل عضلات العنق كمان من الأمام ومن الخلف، بدنا نرفع الرأس إلى أعلى قد ما بنقدر و إلى أسفل. يلا يا أبطال، إلى أعلى وإلى أسفل. ممتازين. بنعمل دائرة خفيفة مرة واحدة عشان ما ندوخ. إلى الخلف وكمان مرة بالاتجاه العكسي، ومنريح عضلات رقبتنا شوي عشان ما نتعبهاش أكثر من اللازم، منرخيها. إسا عضلات الكتفين، إلى أعلى إلى أسفل، إلى أعلى وإلى أسفل. ممتاز. الكتف الأيمن تعالوا نجرب نعمل فيه دائرة ودائرة عكسية، والكتف الأيسر دائرة كمان مرة ودائرة عكسية. رائعين. إسا بإيدينا إلى الأمام، ونحاول مش بس نمد إيدينا، نحاول نشد قد ما بنقدر قد ما بنقدر قد ما بنقدر. ممتازين. إلى أعلى كمان قد ما بنقدر قد ما بنقدر. ممتازين. إلى الخلف وإلى الجنبين، يمين ويسار، شدوا شدوا شدوا. أبطال يلا، أمام أعلى خلف وجنبين، وطبعا منريحهن إلى أسفل ومنحاول نرخيهن شوي لإيدينا والأكتاف، نرخيهن 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 عشان ما يحسوش انهم تعبوا، لانه بعد في عنا كتير حركات حلوة بدنا نعملها. إسا يا أبطال بدنا عضلات الخصرين، نحاول قد ما بنقدر نشد خصرنا لليمين، شدوا شدوا شدوا. رائعين. لليسار نحس هون العضلة كلها انشدت، كمان مرة لليمين شدوا 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 ولليسار عالآخر. إسا إلى الأمام كمان، حاول نفوت بطننا لجوا ونشد عضلات البطن، وللخلف كمان قد ما بنقدر نتوازن. ممتازين. هذا نحاول نعمل دائرة منه، منحرك كل عضلات الخصر ومنه منرخي الخصرين، نعملهن استرخاء شوي. يمين ويسار، يمين ويسار. ممتازين. إسا بالإجرين لفوق لفوق، شايفين الركبة منتعجها؟ انفع هيك تشوفوا أحسن. واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة. إسا والإجرنا مستقيمة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان مرة يا أبطال، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هات نجرب نمشي مشية الاستقامة، واحد اثنين، حاول ما نتعجش إجرينا، ثلاثة أربعة إلى الخلف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان مرة كل جسمنا مستقيم، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هيك إحنا عم نشد العضلات الخلفية للإجرين، كمان مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة. فكرة يا حلوين، لما إحنا بنمشي للأمام إحنا بنكون عم نحرك عضلات، ولما بنمشي إلى الخلف بنكون عم نحرك عضلات أخرى. واحد اثنين ثلاثة أربعة.
إسا للجنبين، هاتوا نعمل خطوة للجنبين بدون ما نتحرك من مكاننا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إسا الإجر الثانية، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إسا بدنا نحاول نعمل قد ما بنقدر فحشة أكبر بدون ما نوقع، ننتبه شوي شوي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الإجر الثاني، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ممتازين، للأمام، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بدنا نشد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إلى الخلف، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. وإسا خطوة كبيرة إلى الخلف، واحد، اثنين، بينفع تشوفوها أحسن إذا بفتل هيك، ثلاثة، أربعة. وفعل الإجر الأخرى، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إسا خطوة كبيرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. تعالوا نحاول نمشي أو نركض أو نمشي سريع بمكاننا عشان أكتر نتعب الجسم، نسرع تدفق الدم بكل الجسم ونخلي جسمنا أكتر جاهز للتمارين الرياضية. يلا يلا نحاول نسرع 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 أكتر 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 أكتر. أسرع أسرع أسرع. أبطال. إسا نحاول نركز نفسنا، ناخذ نفس شوي شوي، ننتبه، نحاول ناخذ نفس اكبر عشان نغذي كل العضلات اللي بالجسم اللي عم بيستنوا اكسجين وغذاء بعد ما تعبوا، ونكون جاهزين لحركه ورقصه الاغري اللي قلت لكم عنها. يلا يا اطفال، تعبتوا كثير وانا كمان تعبت طبعا بعد الرياضه وبعد الحركه وبعد الحركات، طبعا جسمنا بده يتعب، فنقعد، بنفع نمشي مشي خفيف، بنفع نشرب شويه مي قبل ما نكمل، كل اشي مسموح، بنفع تتعبوا بس بدكم تكونوا جاهزين تكملوا، بدكم تخلوا طاقه عشان نكمل. طيب يا ابطال، هسه بعد ما عملنا تمارين الاحماء وحمينا الجسم، الجسم جاهز يعمل حركات الاغنيه. بدنا نعمل أغنية طيري طيري يا عصفورة على هاي الحركات. أنا بقولكم في عنا اللازمة وفي عنا البيت. اللازمة هي المقطع اللي بالأغنية اللي بتكرر ثلاث مرات أو مرات أكتر وبنسمعه إحنا أكتر من مرة، بدنا نعمل حركاته كل مرة نفس الحركات. والبيت إحنا كل مرة، البيت كلماته كل مرة بتختلف ولكن حركاته كل مرة بدنا نعملها نفس الشيء. اتفقنا؟ يلا يا أبطال، أول إشي بدنا نبدأ بالذراعين، بطيء إلى أعلى وبطيء إلى أعلى وبطيء إلى أسفل وبطيء إلى أسفل، كمان مرة بطيء إلى أعلى وبطيء إلى أعلى، بطيء إلى أسفل وبطيء إلى أسفل. بعدين نبدأ نسمع الكلمات، منلف بإيدنا اليمين لليمين، ثلاثة أربعة، ومنرجع، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كمان مرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. قول خطوات كمان مرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ومنوقف محلنا، نركض شوي وناخد حفنة ومنزقف ومنخلي ايدينا ومنطير. اتفقنا؟ كمان مرة، قلنا ذراع إلى أعلى والذراع الثاني إلى أعلى، ذراع إلى أسفل وذراع إلى أسفل. هاي وقت الموسيقى، وقت الكلمات بنبدأ. إيدنا، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إسا محلنا، بنركض 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 وبنزقف، وبالآخر في عنا طيري طيري. إسا هاي اللازمة اللي بدنا نكررها كل مرة. أما البيت فإحنا منلف الجسم كله مع إيدنا، بتكون كأنه العصفورة اللي عم بتطير، وكمان مرة بالاتجاه العكسي. وإسا بدنا نعمل الجناحين، الجناحين هيك بدنا نعملهن. اتفقنا؟
مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة، ومرة واحد اثنين ثلاثة أربعة. أبطال. وبعد هيك بدنا نعمل من تحت، بدنا نيجي شوي 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 لأعلى، ومن أعلى شوي 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 إلى أسفل، ومنرجع طيري طيري. مين جاهز؟ بدنا عشان نبدأ نسمع مع بعض الأغنية. جاهزين؟ يلا مع بعضنا كلياتنا خد نفسنا ونحضر. ممتازين. حاولنا يا حلوين قد ما ممكن نعمل حركات العصفورة، واللي عنده حركات أخرى يا أبطال يحاول، بنفع هو يعملها، بنفع أغنية أخرى، بنفع على بحركات أخرى، كيف ما بدكم، كيف ما كل واحد ممكن يتخيل العصفورة أو البنت الصغيرة اللي عم تحكي مع العصفورة، بنفع يعمل الحركات. أما إسا يا أبطال بدي أحاول أحط لكم لعبة صغيرة كيف ما وعدتكم في بالآخر لعبة، عشان نعمل عليها كمان حركات وكمان رياضة. مين جاهز معي؟ يقول أنا. طيب يا حلوين شوفوا معاي ايش بدي اعمل. بدي احط خطوة، واحد تنين، بدي امشي بطريقة بحط خطواتي بطريقة عكسية، ثلاثة اربعة، شو يعني بطريقة عكسية؟ يعني اليسار عند اليمين واليمين عند اليسار، خمسة ستة. حلوة؟ هات نجرب إسا نعملها أما بطريقة أوسع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة. هات نحاول إسا بطريقة قفزات، مش هوين أما أنتوا بدكم تقدروا. واحد اثنين ثلاثة، بنفع نفتح إيدينا عشان نتوازن أكتر، أربعة خمسة وستة. ممتازين. هاتوا إسا نحاول نمشي على المكعب على المجسم، أما ننتبه منيح ما نتعور ويكون في قدامنا إشي آمن. تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. رائعين. هاتوا إسا نمشي عادي، أما بدنا نحاول نعد تصاعدي وتنازلي. مين موافق معي؟ شوف يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هاتوا نحاول نرجع لما خطوات نرجع لورا هوين، من انه نقدم لقدام، من انه نقفز قفز لورا واحنا مش شايفين. يلا، ستة خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد. يلا اسا بنفع نمشي مشي سريع بقلبهن بنات المجسمات. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا أخطأت، ممنوع ندقمهن، أنتوا بدكم تحاولوا ما تدقموهن. هاتوا نجرب نبعدهن شوي أكثر عشان عن جد ما ندقمهن. يلا ومنعيدها، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ممتازين ممتازين. هاتوا نجرب على هدول اللي من هاي الناحية نقفز قفزات حولهن، واحد اثنين ثلاثة. إسا بالعكس، ثلاثة اثنين واحد. مين بقولي شوفي بعد الواحد؟ صفر، بس فيش عندي مكعب صفر عشان هقوله قبل الواحد، اللي احنا بس واحنا نكون عم بتصعد بيجي بالآخر. طيب يا حلوين كمان مرة بنفع مثلا نقفز على هدول بإشر وحدي. يلا نحاول باليمين ونرجع باليسار، واحد اثنين ثلاثة.
الصاب نرجع باليسار. ثلاثة، اثنين، واحد. رائعين. طيب يا حلوين، إسا بنفع عنا فعاليات ما بتنتهي، بس إحنا وقتنا بيخلص، عشان هيك أنتوا بنفع تحطوا أي إشي بدكوا إياته قدامكوا وتحاولوا تقفزوا، تنطوا، تمشوا، تعدوا تصاعدي وتعدوا تنازلي، ما تنسوش السفر. طيب يا حلوين، انبسطت معكم كتير كتير، فهتطلبوا من ماما وبابا يحطوا لكم الاغنيه اللي تعلمناها اليوم، تيري تيري يا عصفوره، اغنيه كتير حلوه، فهتعملوا الحركات اللي عملناها، فهتختاروا حركات اخرى تعملوها. بحبكم كتير والى اللقاء.